بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإيمان، ذي الجمعة الماضية جمعة النعذون ننا بإن لمايورية غالب الطاس يمسرمن دعا قان بلن شندي مسرمن ولكن وطبق نبو الإسلام قان بلن شندي مسرمن ويكسبوا الإسلام يجن ستيلو ذي سبيدة ذي الحياة الناس. لا، إذن الإنسان إذا رضي بالله ربا يتواننا الإنسان يعظى بأن الله عز وجل ضرب يعظى الإسلام ذي الدين يعظى محمد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فما علينا فما عليه إلا أن يعود إلى الإسلام. إخسدي ذور غوبريد أدي ذور الإسلام، ولكن إخسدي حكم الإسلام ذي مر الامور لحياه الناس. الاسلامي غيسيد المنهج ذي الحياه الناس، عقيده ذي الشريعه، عباده الاخلاق ذي المعاملات، ذي النظام حاكما ومحكوما. يجب علينا ان نعود الى الاسلام باعتباره منهج الحياه. ذويغيك بنادم ذويغيك ذا ستيلو ذي سوبيدا ذواني تا الاسلام. الاسلام يا ثما انتش غيوجهن الاسلام يسنن اشي قيا الاسلام اشي نده مارث دور ضغاس مش غات اتعامل ديه الدهنش مش غات تعامل ديه مزيدة من غاثير يدي المسجد يحنجان ديه مزيدة ونسن ذي المدارس ذي الخدمة ثنش ذي المحكمة ذي الشارع ذي بارة ذي مرة شؤون الحياة النش. ماشي الإسلام من يضغانا تنزج وغان فوشا تورد أمسر ميتك أه؟ مين تخزدي تقيت يتنز هو يقوش خل الإسلام. الإسلام واجبو الصلاة وها كشي 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 ما ريزريش الغير مسلم ثقوا ذا سيني إيه وين ذا مسر دو هذا الإسلام أتف ثقوا ذا ثقوا ذا الدعوة ثقيم تتذتك الدعوة قوي السوار هذا كيرين الصفات بالاخلاق مسلمان. يقال الله عز وجل دقا زمر مي زقاد غيخرق الانسان خاص اجتهد الوالدين نصا ثابا ارغى يمث امي غاثاح شي نقا نغدا سي سينتار سي تينتان يوا كبوش نحشد قاثا تعذو شت دي رمش تعي. يقال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذي سنن الترمذي وغيره عن جابر بن عبد الله قال قرنه صحابية كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كومبانيرو ثنا الرسول صلى الله عليه وسلم طوينكس فخط خطا الرسول صلى الله عليه وسلم إجا أونا لينيا ريكتا ثم خط خطين عن يمين الخط الأوسط إجا أونا لينيا إن الميديو على ديريتشا دي لا بريميرا لينيا إجا دوس لينياس يا لا إزكيردا دي لا لينيا دي الميديو إجا دوس لينياس يتونسي خط الخط مزوا ثم يجا اثنين خطين خ اليمين ثم يجا اثنين خ اليسار ثم وضع يده على الخط الاوسط خويا سينكو لينيا خمسين لينيا اشتي روس اثنين خيفوس اثنين خزرمض
يكسفوس نسيقيت خليني أني نروست إنس هذا سبيل الله تنسي الرسول صلى الله عليه وسلم سومانو لا نينيا ميديا إذيخو este es el camino de Allah عز وجل هذا سبيل الله ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذي المسند الإمام أحمد عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إقاع صرت كي ذي الحديث الله يجزيكم بخير واني غابنا دي دور ضرب الله مثلا صراطا مستقيما الله عز وجل ضاوني خيمبلو وني خيمبلو ذي ان كامينو ريكتو ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط صوران فيهما أبواب مفتحة خيستريموث الكامينو ذيني باريديس موروث وعلى الأبواب ذيس أبواب استريموث نينغ موروث نينغ لا باريديس من ذيس ثورة ثورة نمش قنت أبواب مفتحة وغاسن ثورة كوادروها فهو التازم التاز إجن السورسة إجن السورسة ذيس نتورا يعزمند وعلى الأبواب سطور إنسيما ذي لاس بويرتاز الريبة هو أنتيد كورتينز ما عندد باللعنت ويكويا خزاس خزاتي الدين إذن ضرب الله مثلا يكشان ضرب الله عز وجل إجنو خيم بلوناش طريق مستقيم هيا بريد خيغز دي سمو بريد ذي نير حيوض ذي رحيوض دي سيورا يعزمنت زي ثورا يعزمن هو انتيد الرواقة كورتينات ما حدد باللعنت الفارغ مني وعلى باب الصراط داع يقول البرينسيبيو ذي النجن يا ماذور بدوا الصراط ذي النجن يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا يترغى زقاس أف أقوم يا بريد دواء وني نروست وني ذا بريد أف كشت أف دي شانطوة كذا مو ذو أمو روح نيشان ذو نشغى السوض وداع من جوف الصراط ذي النجن يا ماذور نغني ينالتو ذي الكامين وسنش ذي النجن نغني يدعو كذلك يدعو فإذا أراد شن الجنس قني جن قبريد مريخ سذي في شنطواز ذي النيازمن فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك من يهقواد أقشى ذي النيثفت قاها ذي النيثفت توضع إتراغة خاص خذني هنا ندي إتراغة إيش دي بدو إيش جوجنا إذن دني الصراط الصراط ضرب الله مثلا صراطا الصراط ذو نذ الإسلام دني ترخش شرح الحادي الصورة اثنين باريدي اثنين نذ الحدود ثني ذوس باريدي سني وني ذي ليميتي ثن الله عز وجل إني ذي حدود الله عز وجل والأبواب المفتحة ثورا نيازمن ثني ذي محارم الله لاس بورتاس أبيرتاس سون كوساس برويبيراس ذي الله عز وجل مين يحرم الله عز وجل وذلك الداعي وني البرينسيبيو يا ما دورني غير البرينسيبيو تو اسا بدون الكامينو تو يتراغان ودخولوا اثفث وني كتاب الله عز وجل والداعي من الفوق وني سنج تو يدراغان وني واعظ في كل قلب مسلم
وني تواد يتراغن السيغوندو تواد يتراغن ني غديال تو كامينو وني ديج الواعظ اقذي كور اور خميني تخزت قدشان حاجت الصبح ني غتا عفانت وشي غا داخل جي قراش اجي جي قراش لا اه النفس اللوامه امشو ما قطغاش تموت إذن ذوني أقش غا تذفذ ويطحشا سبحان الله حديث رائع جدا شكت قواد قبري في وراي عزمنت معليك ربي واسنتي دي قار وقفني أتيني ذا ودي قو الضغوة وشير ترى مذفة في وراني عزمنت مين عنا الزنا الخمر رقمة الفساد سوء عاينت الربا تني تورا نيازمة ما عندو اثقال شقا وداغو سيغ دو ازري غادو لا يقاش دار الرواق يعني ما عندها تدف الديني غير غاتمزق دار الرواق غير غاتهركذني غاتطافع ذني غاتسق دامو غير غاتهركذ الدين خمين غاتهركذ الدين تدف هاقا ماش غاتهركذ وتجي لا الله عز وجل خزا من داش ديكا ثم يقرا شاق شابريد اقش ها يوشاش ديج الواعظ قرن شغاك تاخ مني تقد خزا تقد شان حاج تتنباي شغاك مين تخزا تقد ويتادف شاع ها ثم يقز شال يكون انتي بالا يستهوى يشتي غاك ايها الاخوه الكرام الاسلام هو الذي اسلام تيش غيق التوازن تيش غيق الاعتدال ذي الحياة النش شيك التوازن بين الروح والجسد بين العقل والقلب بين الدنيا والآخرة بين حق النفس وحق الله عز وجل بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع مش مروغك الدين زيار رحمة الله عز وجل وانا نغجب ماشي غي السكان غدا قوم عبد مايا يجن شنو ربهي من لا وش نغد مانوالني وش نغد مانوالني الكتاب الله عز وجل ما روى تخدم اتحاق ذا باراتوني ما روى السين ذا الدور ذا مانوالني يقال الله عز وجل وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وتقعد بوجنة وتمن غشاء الغلو ذي الدين ني غتسمح القاع لا كيري إذا ما نتبع ذي مانوالني ما نتبع ذي الكتاب السنة أتو ضد الدين روى الإمام البخاري في صحيحه عن عون بن أبي جحفة عن أبيه قال قال صحابيا آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء إن ذو مثني آخر رسول صلى الله عليه وسلم جارس جاء سلمان فارس أبي الدرداء فزار سلمان زلمان سلمان الفارسي روح هذه زاوماس أبو الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة إزراء ماس واستعجب شمم شتجة فقال لها ما شأنك مش مدعون ممي وهجد مملح قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا وماش أبو الدرداء قواد ياري الخباي الدنيا يسمح العبادة وها فجاء يعني سلمان الفارسي جاء أبو الدرداء يروح غوماس سلمان يروح غوماس فصنع له طعام ومغاسي يروح يسوجدس الماكلة فقال له كل إن سش قال إني صائم مش قزم إن سلمان ما أنا بآكل حتى تأكل قوات تغرغتش قال فأكل الشكيس فلما كان الليل سجل ثم يروح ذهب أبو الدرداء يقوم
كأبو الدرداء أذي قوم الليل. فقال له قرى سلمان وماس الناس نم طص وتقبو قيام الليل طص فنام يطص ثم ذهب يقوم عاودي كا يصبى شويه كا هذيك قيام الليل صريف مونو هاك شو ميقان مونو تو يودانا والسن شو ميقان قيام الليل تو غاسن كور جيرث ثم امي كا مره ثانيه والسنين كا الناس نام الناس عاود دورة تتصد فنام يدوريت فلما كان من آخر الليل ومتوض آخر الليل وقت قيام الليل قال سلمان خدني تغسي قاني وماس الليل الناس قم كان الزجر كان الزج فقال سلمان خو سلمان سيني وماس واني تغجى الغلو والمتشدي الناس إن لربك عليك حق ربي غاك يجن حق تعساش يجن حق ولنفسك عليك حق النفس النش تعساش يجن حق ولأهلك عليك حق فاميليا النش تعساش يجن حق لا ريسبونسابيلي ذا هو فأعطي كل ذي حق حقه كوري جنو شاسر حق الناس الله عز وجل شاسر حق الناس ثانفس شتنش يخصها تطاس يخصها تعيح العائلة نش فاميليا نش اسم تكش دمين داش التعس يوم مجد اسنقى نهارا نشي الحق نربي ننهير كيف شاس الجه شاس التهاون شاس الغلو وشي يسمح الحق انت مغاف طوان غلا ويا حم ربي الحق نشي واني الزيادة ويتكت معليش ذو ذر حق تا ذو أم وين تعيش إلا وني في عذر الإسلام وني غيجا الصراط المستقيم وني ذفان أبريد أني أه لا ليني أني ريكتا وني تيدفان وني تنشاء الله يلقف منه إذن أمير حب الدرداء يروح على الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك قال اسميني قسيدان زعما غاسر حقني غلا يعاود سقش من دي وقعنا من دي وقعنا كوما فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان وماش من يقا غاسر حق هي وايت تفكيس شن تغنات يبدا يجوزو خشن الاعذار زي ما نسوجي قال لحقا ثقا ثقا النفران قينا تو غادي يسني جنحش غاد سمعا قاسر قال الله قال الرسول يتبزز جفته ما ثق السمع والطاعة شكت قال الله قال الرسول قال شقين نيفران اور نفران تشيك اكا وار نربي وايت بغيلي وايت توايت اور نفرانين كان يوافق الكتاب ذي السنة مريت وفق وان ربي ذا الرسول صلى الله عليه وسلم ويثيث مرويت وفق شان الريث أيها الإخوة الكرام الإسلام دين العدل دين العدل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون كذلك أيها الإخوة الإسلام دين أقشتزيو دين الدين الإسلام دين لا يفرق بين الناس ماشي واد مولتي ميوناريو غاس شان بريفيرينسيا خواج جد بوبري لا وغنغشاد قاذي الدين نيغواني تا غاس شان اه غاس شان ركواسي دوينا ثضح الدل غيخ فينو غاس لا وغنغشاد الدقة وغنغشاد الدين بل من دان يقارب يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وليومي سبحان من يجوني حسن من يجوني غنوقة إن أكرمكم عند الله أتقاكم وخوى غسوالو ذواء ونغني مرا غاس مين غاس ذر حرام ويسكوي والو أكون نغني غاس 8 درهم ماشي ونغني أتقى ونغني حسن دبلومات ذات تقوى وجبو ثي تولو ثنرحيض او دمين تقدي الدين شي نغمين تعني توزن ذي خفنش. ثم الاسلام دين العمل اتصل الامه هذ ترى غنتي تشتشات ثقرا شمي سبو ميلتزم صافي دور غندول يا اخي ايثما اثوان غاء الشباب قام ماشي الانسان ما راه يلتزم التفبريد الجات مع ثقة القميص هذه الناظم وجناش دي هو الدهب لا والو توارد ذاي اني تحارب الدين توارد البوذي اني تحارب الدين ما راه يخدم هذه يحسن دي الدنيا. اما شك الالتزام النش ان شاء الله هذه وقايه جارش كتمسي يوم القيامه الدنيا خدمات هذا شيء يبارك ربي مش هذا التزم وش هذا قيم صافي التراجيغ لا لابد زي الاسباب قال الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده زد فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم يقرن الله عز وجل اذا قضيت الصلاه كمل الصلاه فانتشروا في الارض روحوا زخار رزقنش وابتغوا من فضله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم ايها الاخوه الكرام الاسلام دين التراحم والتعاطف والتواد. الاسلام من الرحمه. ففي صحيح مسلم عن النعمان بن البشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هقا الدين ما ريجا غيجو مسرم ما ريجو مسرم ذي بور ما يجا اقساز ذا اش يقسيش كذا ما ريا مسرم قوا افغانستان نختام غاتن احقس دي السعوديه دين او رنشي تقصير التصنيو ذان قاناش خزام من تلقى اوروبا اوكرانيا من تلقى تلقى مين خص غاتلقى مو غاتلقى خص تتعاون هي ثما تسلقى تعاون تروح غاشو مسلم اوكرانيا هنا سعوناية تروح غاشو مسلم لا ماشي بالسيف خاصنا نعاون سدو خصني غشاه عاون مين داش غانيني غاتسك نشيني نغ يا ثما ثنغ افغانستان بورما افريقيا الجنوبيه الصومال السودان سوريا العراق مره صغيو يمين تقن ريسبونسابليت النغ يقيم يقنق النغ يشافيخ في النص يبلوكيا يجن يجن يبلوكيا راه اخر ويتسري ويتسن والو اينا غيعاون اينا ما مين تك اوروبا اوكرانيا ذولني خصي غاديك ذولني قطعوني يا ثمانس ميخنا نشي ميخنا صغيو ها لا الكومبارام كو ايه الإسلام دين التوحيد وجبوا دين الاختلاف. قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات من عننا وأولئك لهم عذاب عظيم. الإسلام أيها الإخوة الكرام دين العلم، الإسلام دين صبيدورية، وجبوا الجهل. قال الله عز وجل قل هل يستوي، ما كيف كيف، الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وني السند وني واي السنن، شكي من غا صاحب غا تومي ذيك وذيك كابيسير السنين لقيت قصيق شطرطة من تو ذي غا ذيك شنو خا كيضحش ذو هذا الحال يمسر من النهار مرة وني دغايسنا خا نغير حشا خا نغيرة أثنى من ما يمي لأن نشوى تجيبهم تفقد الدينين واش كتأتقد من تخس هاقش ربي من دانا. ثم قرأ الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفير. الإسلام كذلك دين يحفظ الحقوق للمسلمين ولغير المسلمين. سرث الإسلام العدل يحفظ الدين، أش يحفظ حق النشك، أش يحفظ الدين الغير المسلم. ما ريوث دغانه ما ريت خدس الجيزية ما ريف دغان غاكين غيك شين التجارة أن الناس آذفد وخقف كين غدي الحرب نكشاس الإذن دي آذف وازم ما سيدي دوالو تجيت تغاك دي آذف ما ريف زدا ديك شين التجارة هاقش الدين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدا هاق دوانيتا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. هذا هو الإسلام. ذو هذا الإسلام نزل الأمة النغ أن هذا يحكم الإسلام الحياة النغ سنسعد ذي الدنيا ذي الآخرة سنرضي ربنا. فالإسلام أيها الإخوة هو السبيل الوحيد إلى السعادة الدارين دار الدنيا ذي الآخرة هو الصراط المستقيم هو الحبل المتين هو الدين القويم هو الطريق للنجاة مما نعاني نهنذا نغتعاني منه الأمة من الذل والمهانة من الضعف من التخلف والفقر من عثرات النكسات النكبات. هذه دور غيمسر من غدين سندق مراكس. ألا فعودوا أيها الإخوة الكرام إلى دينكم عودوا إلى إسلامكم تسلموا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها المسلمون يا أهل السنة يا أهل الحق يا أهل التوحيد يا من تغارون على هذا الدين ترفقوا رحمكم الله ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. يا أهل السنة أنتم قلة ترفقوا بعضا ارحموا بعضكم بعضا. توى الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول لأصحابه توى قرسن الأصحاب يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. أهل السنة نهن ذقري لكم براء من الجند العالم ووالله الذي لا إله غيره أن هذه الوصية الوصية تصلح لزماننا اليوم ما تصرح نهارا. ترفقوا ارحموا بعضكم بعضا فأنتم قلة من حولكم وذوم ديدان وذوم ديدان وذوم ديدان وذوم يهود ونصارى ومشركون منافقون رافضة مجوس زنادقة
أصحاب البدع من كل دين وفرق ومن كل طائفة سالملايين بل سالمليارات، فأنتم قلة كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، قلة تتناحرون امسر من جارس نوي، قلة تتطاحنون، قلة يحذر بعضهم من بعض، فارفقوا بأنفسكم، ارحموا أنفسكم، كونوا جماعة واحدة، تعاونوا فيما بينكم، تصافحوا فيما بينكم، يواسي بعضكم بعضا، يناصح بعضكم بعضا، هذا هو الواجب على أهل السنة، لا أن يتناحروا، نغ يسب بعضهم بعضا، نغ يهجر بعضهم بعضا، ويحذر بعضهم بعضا. والله الحمد لله، الحمد لله، تم تسلمك أمر الله، الحمد لله. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب تنهز الزمار ديال المدينة، تنهز الزمار يفقد الناس، قف بد ثقيت بد تنهزة، بد ثقيت تنهزة، سجن لا تيكو كثر ما باق سكوني، والله ما تعاود تنهز، الناس قحك مغسن جنم كيغ العدل، والله ما تعاود تنهز، من زيد تنهزة ثمار، من زيد تنهزة سكثرات السجود، اه نغس دقاد انتي ذا الا صل معاصي ظل منكر، مالي جاني مسرمن، مالي جا نرخو رخو، شتانا بين تم ثمذاذ مثنين انديها، ها قام يخن السوار، اتمثل دا مالي خصيش ربي، راح دوش تمثل، اه هذا ربي السك والدورة ونذي قرشي، قصدري مش حتكا، نسمح حتى تقولا، اه فالإنسان ثرب بدات تيغاد كخت من غادا حدا فضي شنطوا زيتين نبين صعيد سعد إما لو تفق تقاها إما لو تفق دي ود النهار إني مامش، فالإنسان مريم يموت يختم الله عز وجل هنيئا لك خوتنا الزماطة ذي مداش المشرك إلا ما ريخص صعب وين هذا؟ آه حسن الخاتمة مالو ثم الذباري زي الشرك ذي الأهنس ساق شو مقان حسن الخاتمة. إذن لذلك نقا لمن يترك الميدان ومي غنج الساحة كان بوق إخوة ومي غنج أه ومي غنج جيو ذان قيو ذان حذاجنا نغ حذاجنا نغ ومي غنج ومي غنج جيو ذان ويغرين أه ومي غنج وإذا سنغيشن الدين يو ذانا ما رنشي ناور. لذلك ينبغي أنا أنصح ياويا أه أنا أحمى ياويا وإن نصحنا ما لا ننصح أن ننصح بالعدل والإنصاف نصح ستيري تضغب أه ما لا تنصح إخوة الإيمان اعلموا أن دينكم دين متعة دين متعة فاكتشفوا جوانب الإمتاع في دينكم لا تنتظر أن تطلبك الصلاة بل ينبغي أن تطلبها أنت مقبلا عليها لأنها متعتك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وجعلت قرة عيني في الصلاة أرحنا بها يا بلال كان يقوم سجيرث حتى تتفطر قدماه. الرسول صلى الله عليه وسلم تغيت بدا سجيرث أرغو فني ظنس أرغو الدق ظني ظنس ودي تربو رخبا لأن تغدي متعة لا في لي سيدان ندي جا ودي تربو رخبا بالله يظنو فن الدق مقن الصلاة إذا نفندق زنتق الله
قال القرآن قوة ديار الخبر حرقني وكيس يمشي يستمتع نشي نبقى في عطار في عطار مين زما يغرى الإمام عطار مين زما كي تعطار تعطار ما يمي الدنيا الخدمة إن العبادة متعة لا كما يظن المغفلون من أعداء ديننا ولا كما يجهله كثير من المسلمين الذين يتثاقلون عندها ولا يقومون لها. الدين متعة، الدين حلاوة، للإيمان طعم وذوق. إخوة الإيمان، إن الذين يلحدون أو يكفرون أو يخرجون من الدين أتمشي نشتغل الزج يسمح نغويت زمي هؤلاء يوذنا لم يجدوا يوما حلاوة الإيمان ولم يذوقوا طعمه. والله ما يسنو مقا الإيمان نغذوق الطعم النص نغسني. لذلك حين انصرفوا وميفق زي الدين نغسمح ويسين شمي نجا ويسين شمي لقيه لك ويسين شاب إلا جارس جهنم إلا مريموث خبري ذني ويسين شاب بعكس الذي وجد حلاوة الإيمان. وني يفين الإيمان يفى المتعة يفى الطعم فإنه يعز عليه أن يفارق ويتركه نغي يترك تلك الحلاوة وإذ ما نجتزو ذيها. ينبغي للمؤمن أن يبلغ هذه الدرجة خصة توضغ الدرجة ثم وأن يسعى إليها وأن يحققها وأن يعرف دينه خصة تسلم الدين أتسلم الدين أتسلم الدين غتنسلم. قال الله عز وجل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. شنو حق نزبور القرآن ما حداش السحر ها ني شني نكشن حشف وسم. ما انزلنا عليك القران لتشقى مفهومه من خسديني وانزلناه عليك لتسعد. ما عندها تيري ذا تايحل ها قش مي خايد نزل الدين. فاسعدوا بدينكم واظهروا شعائره وتمتعوا بها واحيوا بها وبحلاوتها. إخوة الإيمان، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، إن الله عز وجل يحبنا. ربي تخسان غير والله لا يتخسان. يحبنا من مش يتخس إذ أكرمنا بنعمة معرفته من طريق فوضى. يحبنا إذ أكرمنا بنعمة الوقوف بين يديه. يحبنا لأنه يكرمنا بالسجود له. سجد ذي ربي وسجد بوزرو نغد فوش نغيو فغع نغيو نغي بناد من غير كواسي توجد النعمة. أخي الحبيب أختي الحبيبة إذا عرفت أن الله يحبك سند ربي تخشى ألا تبادله يا أخي حبا بحب. ما عادش كنت تخص بربي أنت تخصي شاقش أه ما عادش شنو تخص الله عز وجل غتنخصي نشيش لا بين الدين. اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. نحن المذنبون وأنت الغفور، نحن الفقراء وأنت الغني، نحن عبادك وأنت مالكنا، أنت ربنا، أنت خالقنا. اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا.
ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أسأل الله العظيم أن يخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى أنوار العلم والمعرفة، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. هذا فاغفروا لأخيكم زلاته ونسيانه وجهله، وأقم الصلاة.